السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب. كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى لي ميساج الزوينين اللي كتخليو ليا. شكرا بزاف وصافي فريمون بليزير. واليوم على فامي قررت باش نهضر لكم على جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي لي زوفر دومبلوا والعقود العمل اللي كتوفر بكثره وموجوده بزاف 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 اكثر ما كتصوروا. بغيت نقول لكم انا فامي الناس اللي باغا تهاجر كندا بغيت نبشركم بالخير ونقول لكم على مازالين لي زوفر دومبلوا، مازالين عقود العمل موجودين واجوغو كثيرين بزاف. ما تقولش لي حق الواد انا كندفع انا كنبوستولي اغوش ادغوات وباقي ما توفقش. المشكل راه كاين فيك انت ولا انت اللي كتفرج فيا، راه عندك تو سكيفو، عندك كاع المؤهلات الاساسيه باش تقدر تدفع وتقدر تحصل على عقد عمل انت راسك ما قدرتيش. الله يكون في العوان، ما مساليش، عندك بزاف ديال الظروف، عندك ديزونجاجمون، عندك المطارخ كيضربوا في الراس. كاينين دي كونسلتون، كاينين دي زاجونس دو ريكروتمون، هادو هما اللي نصحك بهم حيت مازالين كيريكروتيو. غير اليوم مشيت اللي بغيت ناخذ كافي من ماكدونالد ولقيت فيها نو زومبوشون. سولت السيده قلت لها السلام عليكم. السلام قلت لها واش نتوما فوكروتي لي بيرسون اون اترونجي؟ قالت لي وي ومازالين محتاجين. قلت لها علاش مازالين محتاجين؟ قالت لي حيت حنا كنخدموا 24 اور سور 24 وباش نلقاو لا مان دوفر هنايا صعيبه بزاف. لي كنديان او لي كيبيكوا ما كيبغوش يخدموا هاد الخدمه ديال كومي في الكونطوار. علاش؟ حيت سي با تري بيان بيون. الناس اللي كيخدموا في ماكدونالد كيكون عندهم ان سالير من 18 حتى ل 21 دولار. اه هذا هو السالير دو باز. وفرص العمل موجوده وهانتوما غتشوفوا معايا في لا فيديو نو زومبوشون. باغين بنادم غنضرب معكم دويره في الداخل ديال ماكدو، غتشوفوا المهنه ديال ماكدو كيفاش دايره، تشوفوا ماكدو في كندا كيفاش داير من الداخل. وهذا غتخليكم تكونوا واحد الفكره على الخدمه في ماكدونالد كيفاش داير. حيت شحال من واحد فينا حنا المغاربه حقاره كنحقروا الميتي ديال ماكدونالد، كنحقروا الميتي ديال 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 كي اف سي، كنحضروا الميتي ديال لا كويزين، كنقول هذاك فاش خدام وراه كيدير على لا كويزين، هذاك فاش خدام كيدير على باتيسري، خدام عنده غير سناك، هذاك اللي عنده سناك وهذاك اللي خدام في لا باتيسري عنده حظوظ اكبر انه يجي لكندا احسن من الموظف اللي خدام في لا بونك. اه بصح، وهذا الشيء راه سي دو فغي، حيت الناس اللي كيجيو هنايا وخدامين عندهم ديبلوم ميكانيك مانويل كيخدموا اكثر من الناس اللي عندهم ديبلوم اداري. داكشي علاش انا كنشوف حاليا الناس اللي كيجيو باغيين يخدموا في ديبلوم اداري ما كيلقاوش، وكيمشيو كيخدموا ترافاي جورنالي، كيخدموا دي جوب في لي ريستورون ديال الفاست فود. هادشي علاش قلت علاش اخوتي ما نبارطاجيش معكم هاد المعلومه، حيت خوتنا مالوغوزمون المغاربه والعرب اون جينيرال اللي كاينين هنايا اللي طاح على شي بوست ما كيبغيش يقول لكم انا راه خدام، راه لقيت هاد البوست، راه كيفاش درت توفقت. علاش؟ حيت باغي كندا تبقى ديال باه، باغي كندا تبقى ديالو بوحدو، ما باغيكمش انتوما تلحقوا عليه. حيت علاش؟ حيت فيه هذاك عندنا واحد، كاين شي وحدين الله يكون كاين هذاك الحسد وهذيك الغيره وانه باغي يجي باغي ينجح غير بوحدو حتى ينجح ويطفرو ويسهل الامور وتنجح القضيه عاده باش يبارطاجيها مع خوتو. انا قلت لا نبارطاجي مع خوتي، بغيتكم حتى نتوما انت ولا انت راه عندك تو سكيفو باش تجي، راه عندك كاع المؤهلات باش تجي، خاصك غير توكل على الله. هاد ماكدونالد هادي كتواجد في المدينه ديال بيلوي، والمدينه ديال بيلوي كتبعد على مونريال ب 25 مينوت، وهادي راه مدينه صغيره. وانتم كتشوفوا ماكدو ما فيهاش البيرسونيل بزاف، هادشي علاش دايرين نو زومبوشون، حيت عندهم نقص في اليد العامله وكيخدموا 24 اور سور 24. هانتوما كتشوفوا راه تيلمون كبيره زوينه تري اورغانيزي. وهنايا في المريح هذا الراجل الكبير فوق منه في الدخله ديال الباب كاينه نو زومبوشون، وبان لي السيد راه هو هاي كتبان لكم فيت بارتي دي لينكوب امبيسيوز، دايرين فيها هادو يعني ما كاينش اختلاف في الشكل اولا في اللون ديال البشره. كنتي فوالي بحال هاد السيده، كنتي طالق شعرك، كنتي عزي، كنتي ابيض، ما كاينش مشكل. المهم هو انهم عندهم نقص في اليد العامله وباغين بنادم باش يخدم سوا كومي يشد لهم لاكيس، سوا يخدم يشد لهم لو سيرفيس او فولون، اولا يخدم في لا بريباراسيون ديال لي برجر او ديال لي ساندويتش. وفاش سولتهم قلت لهم واش فريمون عندكم نقص، قالوا لي ايه، راه هادشي علاش حنايا كنريكروتيو ميم اون انترناسيونال، ولكن فاش تجي خاصك تجي وتكون موجد لي راسك، عندك سي في، ليتر دو موتيفاسيون، واحد لاكارت فيزيت ديال الكونسلتون او لاجون ديميغراسيون ديالك،
وتبريزونتي لا كونديداتور ديالك، وهكا غيكونوا حدودك اكبر. هادشي علاش كنقول للناس اللي جايين لكندا، بغيتو تصوفيو راسكم خرجوا من المدن الكبرى، خرجوا من مونريال، خرجوا من الميتروبول، حيت ما غتلقاو فيه والو. هاد المدن الصغرى هما اللي كتلقى فيهم فرص العمل وكبيرة وكثيرة. هادشي علاش توكلوا على الله وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتنجحوا في مشروع الهجرة ديالكم. ديما التفاؤل. اللي بغيت نهضر لكم عليه هو انه اليوم مشينا عند واحد السيده باش نانستالو لها واحد لو سيستيم الدار ديالها، وفاش مشينا عند السيده هذه استغربت انها عندها كاردوري، وهذه ساكنه في اون ميزون، غادي نوريكم لا ميزون كيفاش دايره، عندها كاردوري سوسول، ساكنه في الريد شوسي، وعندها دي شامبر في البروميير ايطاج. الناس اللي قدامين وسابقيننا وعندهم ديجا ليكسبيريونس جاو خداو اون ميزون ولا كراو اون ميزون وشارين شادين سوسول دايرين فيه دي جوي ديال لي زونفون و دايره كاردوري، يعني الراجل خدام في ليكستيريور والمراه خدامه في لا ميزون دايره اون كاردوري ومقابله في السوسول. وكنعرف بزاف ديال المغاربه مغربيات خصوصا عندهم دي ميزون بحال هكا كبار وشاده السوسول، شاده السوسول كاين دايره فيه دي تابي، دايره فيه دو جوي الدراري الصغار، دايره فيه واحد لا شومبر فيها ليلي فين كينعسوا الدراري الصغار، وهادشي اللي باغيين. زائد كتعطيهم الماكله، الماكله هاد الناس اللي عندهم هاد كاردوري منين كياخذوا الماكله ماكسي سوبر سي ومن سامي فروي، حيت هادو هما البلايص اللي كيتباعو فيهم داكشي رخيص. وعرفتو شحال الكاردوري كتاخد شي هاد لي كاردوري شحال كياخدو ديال سيبونسيون على الدري؟ كل دري كتقابلو عنده 1500 دولار. تخيلوا الا كان عندك غير 5 دراري، ها عندك تقريبا 7500 دولار، هادي اللي عندك غير 5 ديال الدراري في الشهر، وهاديك 7500 شحال غتخسر منها؟ غتخسر منها 2500 ماكسيموم، مع العلم على ان الكوفيرنمون كيعاونك على الضو، كيعاونك على الالكتريسيتي، كيعاونك على لا نوغيتور. واش بغيتي مازال؟ راه هادشي علاش خوتنا المغاربه قادي الغرض وضاربين الدقه وكيدير المهم ضاربين اللعاقه، ضاربين فلوس، وما يجيش يقول لك حقه الواد كيفاش دير، ما يعطيكش لي زاستوس كيفاش تقدر دير، ما غيوريكش ها كيفاش دير باش دير العاقه. المغربي غادي يوريك كيفاش يحش لك الركابي، كيفاش تخسر العاقه، كيفاش تخسر فلوس، كيفاش يستافد منك، كيفاش يدي منك العاقه، اما باش يوريك كيفاش تكسب العاقه صعيب، ما يمكنش، قليله وبزاف. غادي يوريك غير كيفاش يحش لك الركامي. هادشي علاش كونوا ذكيين الله يرحم الوالدين. غنوريكم دابا الفيديو وغتشوفوا لا ميزون كيفاش دايره، وهادشي راه كيضرني في القلب ديالي ملي كنشوف ناس واصلين وما كيبغيوش يبارطاجيو هذاك لو سافوار فير وهذاك لو سافوار اتر، وما كيبغيوش يعاونوا خوتنا المغاربه وخوتنا العرب كما كانوا. هادشي علاش الميساج راه ليك نتايا ولا نتيا، راه عندك كاع الامكانيات باش تقدر تجي تهاجر لكندا ودير بروجي نتا بوحدك وتنجح البروجي ديالك. هادشي علاش ما يخلعوناش، نبقاو ديما موتيفي، نبقاو ديما متفائلين. ودابا غندوزكم نوريكم لا ميزون كيفاش دايره، ميزون الحبال غير من برا باش تكون عندكم واحد الفكره. هادشي علاش ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، وما يخلعوناش، وانتم راكم احسن عائله في اليوتيوب، وانت ولا انت اللي كتفرج فيه راه عندك كاع الشروط باش تقدر تهاجر لكندا، خاصك غير توكل على الله. وتوكل على الله اش كتسنى؟ تبارك الله عليكم. السيدة اللي خدمنا عندها هذه هي لا ميزون ديالها، انتم كتشوفوا ميزون الله يبارك زوينه، عندها الجرده اللور فين يقدروا يلعبوا لي زونفون، فيها بيان سور الفوق دي شومبر، كاينه الغيت شوسي بلوس الكراج، زائد فيها السوسول. وهاد لا ميزون اللي كتشوفوا السيده اولا الناس اللي عايشين فيها السوسول مرجعينو كامل كاردوري، دايرين فيهم لعاب، العاب ديال الدراري الصغار، هادوك لي كويزينيير دايرين ليهم لعاب ديال الدراري ولعاب ديال الدريات. هادي في الصاله الكبيره، وفي واحد لا بتيت شومبر كاينه دايرين فيها ناموسيات، واحد ليلي صغيورين كينعسو فيها لي بيبي، زائد فيها واحد التواليت. خاص ديما البلاصه فين تكون فيها الكاردوري تكون فيها تواليت، تكون عندك واحد لا بتيت سال فين تقدر تبدل لي كوش ودير ليهم لي كوش ديالهم وداكشي، وعندك واحد البيت اللي قدروا ينعسوا فيه. وهذا هو البروجي. بزاف ديال الناس ديال خوتنا العرب اولا ميم لي كيبيكوا اولا لي كنديان كتلقاهم عندهم اون ميزون سوسول دايرينها كاردوري، وهنايا الناس اللي خدامين في كاردوري راه كيتخلصوا مليح. راه قليل فين كتلقى شي واحد في لي ريزو سوسيو كيقولك انا خدام في، انا خدام عندي كاردوري وكندخل العاقه وكندخل ميمي، حيت بيان سور ما غيبغيش يجلب لي الانظار، وانا متفق معاه كنعذرو. ولكن انا فاش لقيت هاد لوكازيون هاد الهوته قلت نبارطاجيها مع لا فامي ديالنا باش اللي جاي يستافد، جاي كتفكر في ايدي ديال بروجي. هذا هو البروجي،
اون ميزون سوا تشريها او لا تكريها، والسوسول ديرو غاردوري وتوكل على الله باش تكبر ليها البروجي. وراه بروجي كيدخل العاقه وكيدخل فلوس مليحه. هادشي علاش لا فامي كنتمنى لكم التوفيق في مشروع الهجره ديالكم، والله يسهل عليكم كاملين، وديما التفاؤل.